إذا نحن الآن في تغطية البث المباشر هنا من أرض التحرير، هنا من القيادة العامة للقوات المسلحة، القيادة العامة للقوات المسلحة. كويس. ويتوافد الناس بشكل كبير ومزعج للكيزان طبعا، لأنه لو لين مرض ولا زول ما يكون قاعد. التجمع الشباب الآن يا جماعة بيقول إنه شير للفيديو، الآن الشباب بأعداد هائلة. يحدث الآن من القيادة العامة للقوى ونفق جامعة الخرطوم. طيب نرحب بعدد من الشباب ايضا معانا هنا الان من البث، في البث المباشر من ارض القياده العامه. الاستاذ احمد ابراهيم، اهلا وسهلا، مرحبا بك. وعليكم السلام سيد احمد الطيب بشاره، وسعيدين جدا والله بشوفتك. حاجه ما اعرف الناس احمد الطيب بشاره الصديق المقرب الي، والحمد لله عشنا ايام داخل المعتقل. ان شاء الله يعني الله يعاد تلك الايام، ان شاء الله يكون في حريه وسلام وعداله وتحرر في الراي كله ان شاء الله باذن الله. طيب رسالتك شنو للشباب الان وللناس اللي ما جوا لسه الاعتصام؟ كويس، الناس اللي ما جوا الاعتصام، يكون الاعتصام ده مستمر بيكم او بيندوكم مستمر، لكن الناس تخلي عندها حبه وطنيه. التراب ده ما حقنا نحن بنانا، التراب ده حق الشعب السوداني كله. يعني انا الليله عندي ظروف ما خلتني اجي الاعتصام، لكن ما معنى انه انا الليله وبكره وبعد بكره وبعد بعده ما بجي كذا. انا بكون يعني دي بتكون خلفيه في قلبي، انا ما اقدر اجي بيها، يعني بطلت بخطك حاجز اني انا ما عندي ظروف ما خليني اجي. لا، انت لازم تعزم نفسك تجي تجي مع اخوانك مع شبابك. بس ده كل السودان، ده كل شباب السودان، لازم كلها عندها ظروف معرضه. هو قصدي بالمناسبه الملاحظ شنو في غالبيه الشباب دي؟ الملاحظ غالبية الشباب دي إننا ناس جاية من العمل. الملاحظ إنهم هل بينتموا لتنظيم في الغالبية؟ لا لا لا، لكن معظم الناس المتواجدة هنا ممكن أقول لك إنها مقسمة، في جزء منها أحزاب سياسية، في جزء منها جاية أي تجمع المهنيين، في جزء منها لا تجمع المهنيين ولا أحزاب سياسية. دي الحال ده ما عاد، ودير الغالبية الغالبة، دير الغالبية الغالبة زي أنا زي اخونا احمد الطيب، زي اخونا زي اخواننا الباقيين الناس المستقلين اللي ما عندهم اي احزاب سياسيه. وانا صراحه من محلي ده داير اوجه رساله للناس كلها، ان احنا ما منتقدين تجمع المهنيين خالص باي صوره من الصور، لكن ضد الاهداف السياسيه
هل هو اصلا جايبها بفكر انه ياخذ الشباب كسلم عشان يطلع بيه لاهداف؟ وده احنا يا اخواننا منتقدين انتقاد خالص. الليله احنا كشباب المفروض تكون في لجنه مشرفه بالشباب ده بتخاطب تجمع المهنيين، ده واحد. الشيء الثاني، اللجنه دي تكون مكونه من جميع الافرع حقت الشباب، سواء كان بري، عباسيه، ام درمان، الخرطوم، تكون لجنه بتاع الشباب، مهندسين، اطباء، تكون مكونه لجنه باسم الشباب. يا جماعه احنا نكون واقعيين، يعني الليله اللجنه دي ما في الشباب ده اسي كله، الشباب اللي احنا شايفينه وبيهرب وبيوريك وبيهيس ده كله، ها جاي عشان تجمع المهنيين. انت تجمع المهنيين ما ممكن تستغل الشباب ده كله، ما ممكن تستغل الشباب ده كله لاهدافك انت، انت اشرك الشباب ده معك في الاهداف. لا هو لما مشى يفاوض الحكومه هل استشار غالبيه الشباب اللي ماتوا وضحوا؟ لا طبعا ما حصل، ما استشار اي شباب. الشباب الاسي ده انت المفروض تستشيره، انت المفاوضات اللي بتتخذها جوا بعامله جوا دي تيجي تكلم بها النادي عشان النادي تكون معك في الصوره. ولو كان استشار الشباب معلش، لو استشار الشباب الغالبيه حيقول لي ما تمشي تقعد مع النظام ده. نعم، لانه ده نظام كيزاني اخر. نعم نعم، لكن معناها الشباب ما ممثلوا له قيمه. نعم، الا الشباب اللي بينتموا لناس وهو مجرد سلم، مجرد سلم يطلع بيه للاهداف السياسيه وللاحزاب السياسيه. ودي رساله انا بوجهها لكافه الاحزاب السياسيه من محليها، من محلي ده احمد ابراهيم، احمد عبد الرحمن، لكافه الاحزاب السياسيه. يا اخواننا الثوره دي ثوره شبابيه بحته، ثورة شبابية. ما في زول قومة، ما في زول قومة غير الشباب السوداني الأسي حاليا قاعد هنا ده. الشباب السوداني ده هو القوم الثورة، ما في أي حزب سياسي عنده الأحقية لأي أهداف سياسية إلا 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 الشباب السوداني. إلا الشباب السوداني عنده الأحقية فقط في المفاوضات، سواء كانت مفاوضات سياسية سواء كانت أي مفاوضات أخرى. الشباب السوداني هو عنده الأحقية. نعم احنا بنشكر تجمع المهنيين إنه واحد شباب السودان في هدف واحد، لكن لكن انت عملت شنو للشباب الى طارق الله؟ المطالب اللي احنا عاملينا ليك او مفوضينك انت ليها انت نعم بتحقق فيها، لكن لازم تكون انت ما تستغل الطاقه تحت الشباب في الاعتصام. النادي متجاوبه معاك الى طارق الله، النادي متجاوبه باسم تجمع المهنيين، لكن تجمع المهنيين استغل في الناس ديل استغلال سيء جدا جدا. المال لو ما في استغلال، انا داير اعرف البعض اللي بايد مثلا التجمع، انتوا رايكم شنو لما التجمع مش قاعد مع النظام ده، ما زي ما قاعد مع البشير؟ ايوه. وما استشار الا الناس المحزبين فقط. نعم. ما استشار 90% من الشباب اللي هنا. نعم. هل ده كان صح؟ ما كان صح. ما صح خالص، ما صح. انا حاليا اخونا احمد الطيب، انا حاليا بتكلم بالكلام ده انه ما في استشاره للشباب ده، في اخصاء، في اخصاء للشباب، في اخصاء لشباب الثوره. الناس تصحى يا اخواننا، في اخصاء حاصل لشباب الثوره. الليله القوى السياسيه اللجنه السياسيه العسكريه بتدعو قوى التغيير والاحزاب السياسيه انه يشكلوا الحكومه المدنيه. انت بتدعو القوى السياسيه والاحزاب السياسيه، انت ما تعد الشعب الشباب السوداني ده ليه؟ المسؤول عن السبب الاساسي للثوره، السبب الاساسي للثوره الشباب السوداني ده. ما في اي حزب عنده حقيه في الثوره الا الشباب السوداني، ما في حزب عنده حقيه في التفاوض الا الشباب ده. ما تستغل طاقات الشباب، ما تستغل طاقات الشباب، ما تستغل طاقات الشباب. طيب انا اشكرك جدا ايضا. طيب معانا برضو الاستاذ ماهر، ماهر سلامات. زول القاعد دائما بايت ونايم هنا. هاي رسالة بسيطة ومن الآخر كده. بقول وبأكد ما موكل بمطالب الشباب الآن يا سماح، وعليك تقول كلمة حق إنه بعاده مع النظام المجرم ده الآن هو كلمة غلط، ما تنساقي وراء الجموع ساي، لازم تكون الرأي الخاص بك. احنا حاليا يا احمد منتصمين وثابتين، ويا زول بيقول خلاف كده، خلاف انه احنا الاعتصام ينفض. الاعتصام ده يا اخواننا ما بينفض، الاعتصام ده بينفض في حاله واحده انه مطالبنا تحققت، غير كده احنا قاعدين ثابتين وما ماشيين وما راجعين ما لم تتحقق مطالبنا. مطالبنا معروفه ومرفوعه. وبالنسبه للناس اللي بتتكلم على انه تجمع المهنيين مشى فاوض النظام الحالي من غير ما يستشير الشباب، وانا ده من حق الشباب الثوار الغادروا خلال الاربع شهور السابقه. يا اخواننا الاربع شهور اللي فاتت الشباب شربوا البومبان، واجهوا الرصاص، واجهوا كل انواع واساليب القمع. من حق تجمع المهنيين، من حقنا كثوار ومن حق الشباب السائل انه تجمع المهنيين يستشيروا.
جميل حقه يا اخي على الاقل. لا يعني الشباب لما نطالبوا بحقهم ده معناه دايرين يشقوا الصف؟ ده مفهوم ده احترام للشباب السائر ده. على الاقل تنزل استفتاء في صفحتك تقول يا اخواننا انا داير جالس واحاول النظام الحالي ده. احنا يا وافقنا يا ما وافقنا انت ما بتر يعني انت حاليا نحن بوجودنا في الاعتصام بنشكل لك ورقه الضغط هناك في القاعات المغلقه. نحن حاليا بقعادنا هنا نحن هناك ضغطين النازل يعني اذا وافقوا اي حاجه انت عاملها وافقوا لانه نحن قاعدين في الاعتصام ولانه الاعتصام ما انفضى والاعتصام يا اخواننا ما حينفضى ونحن لاخر لحظه ان شاء الله لحد اخر لحظه ولحد ما مطالبنا المرفوعه تتنفذ واحده واحده ولحد ما يكتمل الصفلون بنسبه 100% من المطالب اللي احنا من اجلها طلعنا الشارع تصدق بس. شكرا جزيلا لك استاذ ماهر ومرحبا بكل الشباب المتواجدين هنا وتسقط بس. وان شاء الله يا شباب زي ما قلنا خلاص لاخر لحظه الناس متجمعه هنا وان شاء الله ما في انفضاض لاي اعتصام ثبات لاخر لحظه لاخر دقيقه خلاص. وزي ما قالوا الشباب سقطت ما سقطت صابيننا خلاص سقطت ما سقطت صابيننا خلاص. الناس تكون قاعده والناس تثبت لاخر لحظه ونحن هنا الهدف الاساسي هو ان اول حاجه المجلس العسكري ده ما يكون كيزاني ولا يكون فيه كوز يكون ضباط وطنيين احرار. يعني المجلس الان الحالي ده لا يمثلنا لا يمثل الشعب السوداني عشان ما كل مره يطلع بيان كويس. مجلس العسكري الان ده القاعد ده كويس دي نقطه اولى. النقطه الثانيه الناس دايره محاسبه لرموز النظام السابق ودايره حل الميليشيات المسلحه الشايل الاسلحه الان اللي بتضرب في الناس اللي بتكتل في الناس اللي بتسوي كده خلاص. دي نقطه مهمه جدا جدا كويس. الان الشباب اللي موجود في ناس قد يسالونا يقول لنا انتوا دايرين السودان ده يبقى في يوم واحد بس يتغير؟ يا اخواننا نحن ما قلنا السودان في يوم واحد يبقى جنه الجبال ده انا قلته في اللايف الكلام ده ومبارح في الحره. ان احنا دايرين السودان تتم فيه خلاص كرامه الانسان وحياته اللي هي بتبدا من محاسبه رموز الاجرام والطغيان وبتبدا من انه طوال مباشره تشوف الهامش وتشوف المعتقلين. ليه الان في ناس معتقلين داخل المعتقلات ظلما وعدوانا ما زالوا جوا ناس هشام وقليبه وبوشي الحمد لله سلامتهم يا داب طلعوا قبل شويه خلاص. الناس دي بعد ده علينا نطالب بحقوقنا والكلام يكسر والكلام طويل خلاص. عمر بيقول لي يفك بوشي وما يفك البقيه يا اخي ده سؤال خلاص بوشي ما المفترض يجاوب عليه لانه ما فك نفسه لانه مسكين قاعد وقال لا اطلع زي ما هو قاعد اعتقلوه. السؤال ده يتسال للسلطه هناك خلاص يتسال للسلطه هناك اللي هي عملت الكلام ده. عموما الكلام طويل جدا وما دايرين كويس. نجيب اللافته دي مشايل الكاس بطونها وفولها وقبيح حلاف على الراس شايل الدولة فوق الاكتاف قوة وباس من مرومة من تنقول كيلو رياض طريقة الخدار الحزر النصر والوصول يا ناس امشي يا شباب نفسيك ولون الباس سابقنا تسقط ان شاء الله تسقط. طيب احنا بنأكد انه الكلام ده ما له شك الصح. طيب الان الناس بتروج لانه بيفتكروا انه نحن دايرين السودان ده فجاه ينقلب جنه. ردك شنو؟ نحن فهمنا محاسبه وبدايه اصلاح لكن ده ما بتم في مجلس عسكري فيه كيزان ده ما بتم نهائي. فعلا الكلام ده يا اخواننا بنأكد انه ما له شق الصف ما له شق الصف لا بل هو من اجل وحده الصف عشان نحن يا اخواننا نتوحد لازم كل خطوه نخطوها سوا. نحن لما بايعنا تجمع المهنيين قبل 4 شهور على انه دوره في المظاهرات وفي الاحتجاجات دوره تنظيمي. انت كهدفك دا تتسلق داير سلطه تعال لينا بالواضح يا اخواننا والله انا مطالب كده وكده وكده. يا اخواننا انا داير اعمل حكومه انتقاليه بتتكون من كده. يعني قبل يومين الناس دي رفعوا اسماء ناس من تجمع المهنيين انه حاليا قاعدين يفاوضوا بالنظام. الناس دي ما استشارونا بهم يا اخواننا. انت انا من حقيقه زاير انك تستشيرني من حقيقه زاير انك تستشيرني تقول لي والله انا حبكي ده وده 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 يتفاوضوا باسمك انت كزاير حاليا الان موجود في ارض الاعتصام. يا اخواننا ده ما حق ده حق ده ما له شق الصف ده من اجل وحده الصف. ونحن لحد هسه ثابتين في الميدان ومنأكد انه نحن لحد اللحظه دي مع تجمع المهنيين منأكد انه معاه لحد اللحظه دي. لكن المفروض من حقنا كسوار انه نطالب بالحق جد انه المفروض يستشيرونا. طيب تمام في سؤال ثاني
اذا كان يا جماعه للان الاعتقال عنصري لابناء دارفور للان ما تم اطلاق سراحهم لغايه اللحظه دي. حتى الناس المعتقلين قدامنا خلاص قدامنا في المعتقلات اللي قروهم ورق وقال لهم تمشوا تقولوا هناك في الامن السياسي، تمشوا تقولوا نحن جينا ونخرب ونكسر، والصور المفبركه اللي انتشرت عنهم كلكم بتعرفوهم خلاص الان مظلومين، الان قاعدين في المعتقلات، الان الضباط ناس عمر الفاروق الملازم اول كويس، الحريه للملازم اول عمر الفاروق الطيار اللي رفض انه ميليشيات المؤتمر الوطني تضرب الناس، رفض الكلام ده يا جماعه كويس، الان ما زال معتقل وكلهم دي المعتقلين كويس، يبقى بيلعبوا على منه يقولوا قال والله احنا الان قاعدين ننفذ بس شويه شويه، هزوا شويه شويه، هي المطالب فيها شويه وفيها كثير، المطالب بالصوره دي تفضل كويس. معلومه اضافيه، سواء كنا او كنتوا عسكريين او كنتوا احزاب، 30 سنه 30 سنه ما قدرتوا تغيروا حكومه الانقاذ، الليله من احنا غيرناه، انتوا جايين تتسلقوا ثورتنا دي عشان تعملوها هدف لمطالبكم، انتوا كسياسيين ما بيحصل في وجودنا والله ما بيحصل في وجودنا خالص، ونحن موقفين وما حنفض الاعتصام ده الى ان المعتقلين اولاد دارفور كلهم يتحرروا والا ان تضبط الاحزاب السياسيه دي ذاتوا حل جميع الاحزاب السياسيه. طيب احنا الان من هنا من هنا نرفع كويس شعار كويس، من هنا نرفع شعار ابناء دارفور المعتقلين ما زالوا في المعتقلات بشكل عنصري وبشكل مقصود جدا، يعني احنا من هنا نرفع شعار واحد اللي هو الشعار المعروف يا عنصري ومغرور كل البلد دارفور، 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 يا عنصري ومغرور كل البلد دارفور. اذا من هنا الشباب رفعت المطالب ونحن هنا في الميدان لغايه اخر لحظه يا جماعه، لغايه اخر لحظه نحن هنا خلاص، لو في موت بيموتوا قبال الناس، نحن هنا نثبت لغايه ما نموت وتتحقق مطالب الشعب السوداني، لكن يا جماعه لما نقعد ان احنا نقول والله ما خلاص المجلس العسكري ده يسوي شنو ثاني، ما قصر وسوى وفعل، ان احنا بنكون مشينا في الخط بتاعه، حتى وان كان الكلام ده من وين هو طالع خليه كده، دي نقطة تانية، بس الكلام ده كونه نقول نصبر له، نصبر على شو تصبر عليه؟ غاية كوز تصبر على قيادة المجلس العسكري وهي كيزانية خلاص؟ ده كلام ما سليم وده كلام بيحاولوا يستقطبوا به الناس وبحاولوا انه عشان يطلع، يعني احنا دايرين مجلس حر من ضباط احرار وطنيين تحركهم النزعة الوطنية ومستقبل البلد. مش زول يكون قائد في الحركة الإسلامية وقائد في المؤتمر الوطني ويجيبوه يبقوا لك في المجلس العسكري. دي نقطة مهمة جدا عشان ما يضحكوا على عقولنا وترجع القصة بتاع سنة 85. عفوا من سنة 85. 85 كويس الالتفاف بتاع سوار الدهب. اللي إلى الآن في ناس كثيرين مخدوعين جدا في فعلته وفي شخصيته. 89 خلاص 85 لما جاء التف على الثورة وجاب الأخوان المسلمين البلوى اللي الآن ما مرقت خلاص سقطت الحكومة جزئيا لكن لسه الجزء الأكبر قاعد في المؤسسات الآن خلاص الجزور قاعدة وقاعد على مستوى المجلس العسكري اللي هو بحرك البلد الآن ما يغشوا الناس يقول لهم جيبوا رئيس انتقالي ونحن بنضمن لكم ما في كلام زي ده شيل الكيزان في المجلس العسكري دي الأول حاجة حتى بعد ذاك نحن نقوم كشعب نشوف اللي بيحصل شنو لكن بالطريقة دي هم بيجروا البلد لما هو كويس اللي بيجروا البلد لمصايب ما يعلمها إلا هو الكلام كثير جدا يا جماعة والاعتصام متواصل والحرية لأبناء دارفور اللي فضلوا إلا هم في المعتقل ولكل زول معتقل كويس وحمد الله على السلامة الأستاذ محمد الحسن بوشي والأستاذ الأفتار واتقليبة هشام علي واتقليبة وكذلك أيضا الحرية لكل المعتقلين الضباط الحرية لكل الضباط الشرفاء الأحرار اللي وقفوا مع الجيش الشعب السوداني خلاص دي نقطة مهمة جدا الكلام يكثر والناس زيادة والحش الا زايد زياده يعني الناس قاعده على اي حال ها طيب ما قالوا لكم المجلس العسكري قال لكم اصبروا علينا شويه قاعدين والدفاع الشعبي
وعدد المدربين كلهم بجيب لي اخر كوز بالضبط بالضبط. شباب السلام عليكم، ان شاء الله بيننا التواصل خلاص. يلا السلام عليكم، ان شاء الله التقي في لايف غادي.